كل انسان له ابو نسب يعني، بس ابو نسب على ابو نسب يفرق. فيا رب ان شاء الله بس الفيلم ده يوصل لقلب الناس، لانه في ابعاد كتيره قوي ومش عادي يعني، مش طبيعي. ما هو الاختلاف دايما مطلوب، الاختلاف مطلوب. فيا رب اكون اختلفت بالقدر اللي يشرفنا قدام الناس. والحقيقه الاستاذ رامي امام والاستاذ احمد الجنايني والاستاذ ايمن وطار الحقيقه بازلين مجهود رهيب رهيب، الفيلم ده تعب فيه قوي يعني. محمد امام ممثل جميل وانسان رائع، اولا انسان متربي وخلوق وامين في شغله قوي وبيبذل مجهود الى اقصى درجه، ولذلك المتعه في الشغل بتيجي من خلال، انا دايما اقول اللعبه جماعيه مش فرديه، فالمتعه في الشغل بتيجي من خلال الامانه اللي ما بين كل افراد العمل. فالاستاذ رامي امام انسان وفنان، اولا انسان ثم فنان راقي جدا، محتوينا جدا، واعي قوي، فاهم قوي. ولذلك المتعة في الشغل بتيجي من حالة المحبة الحقيقية والإخلاص في الشغل. أنا الحمد لله، طبعا الحمد لله والشكر لله، أنا فرحت برد فعل الحلقة دي. الأستاذة إسعاد أصلا يعني الحقيقة هي إنسان أنا عايش عشرتي معها كبيرة قوي يعني، من أيام مسرحية بلو زمان، فبيننا عشرة سنين كبيرة وبنحب بعض قوي وبيننا ذكريات عظيمة. فهي إنسانة راقية جدا، وأنا تشرفت أن أنا ظهرت معاها يعني.